نيجي لمباراة امبارح وعندي فيها كلام كتير، خليني ابدا مع حضراتكم الحقيقه. قرايه سان داونز، سان داونز الحقيقه فريق من الفرق اللي بتلعب كره السهل الممتنع، وعندهم شخصيه قادرين يفرضوها بره ملعبهم وجوه ملعبهم، لكن مع كل ده الحقيقه عندهم سذاجه دفاعيه مطلقه. ولو احسن النادي الاهلي التعامل مع هشاشه خط دفاع نادي سان داونز امبارح، كان ممكن سيناريو المباراه يتغير بشكل كبير جدا. انا بكلمكش عن ضربة جزاء ضايعة ضيعها محمد هاني، ما بكلمكش عن تقدم كان من السهل جدا انك تحافظ عليه. وخد بالك انه الهدفين اللي دخلهم فريق سان داونز امبارح في مباراة الامس من اخطاء ساذجة جدا. راجع اللقطتين، سواء الهدف الاول او الهدف الثاني، الهدف الاول اللي سجله سان داونز هدف التقدم من ناحية محمد هاني، خطأ فادح من محمد هاني ومن الشحات ومن عبد المنعم ومن متولي، طبعا خلينا نقول متولي هو نمره واحد، ثم كانت التغطيه غير الناجحه من علي معلول. فتقريبا كل خط دفاعك شارك بسذاجه غريبه جدا في كره سهله جدا جدا تسببت في استقبال الاهلي للهدف الاول. نفس القصه في الهدف الثاني، رغم التكتل الدفاعي وجود خمس مدافعين داخل صندوق النادي الاهلي في مواجهه مهاجم وحيد، حالة دربكة ما بتحصلش في الدورات الرمضانية أدت لأنه الكرة في النهاية تكون هدف تعادل. كان من السهل جدا تخرج من المباراة دي كسبان وتريح نفسك من حسابات بيرما، لكن خلاص دخلنا في قصة اللازم واللو. طيب اللي عايز أقوله أنه الأهم بالنسبة لي من ده، عشان يبدو كمان أنه في قصة الجزئية التراكمية، أنه عشان برضو ما نحملش الأمور أكتر من طاقتها، الكلام ده لجمهور نادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي مش مشجعين النادي الاهلي. انا بفصل دايما بين المشجع اللي بيحب يتفرج على الماتشات او اللي بيحب يعني يشجع نادي، وبين جمهور النادي الاهلي اللي واقف دايما دايما في ظهره. خلينا نفصل بين المباراه دي او مشوار الاهلي في دوري الابطال وحاله استنزاف القوه، وده اللي يمكن يقلقني اكتر، وده يمكن اللي يخوفني اكتر من اللي جاي، وخصوصا في ظل ابتعاد صفقات النادي الاهلي عن المشهد. احنا اتفقنا من البدايه خالص ان الموسم ده في دوري ابطال افريقيا، في كاس عالم، في بطوله عربيه، في سوبر ليج، ده بره المنافسات المحليه. مفيش فريق في الدنيا مهما كان اسمه ومهما كان الامكانيات اللي بيتمتع بيها ومهما كانت حاله افراده، تخلي فريق يخش هذه البطولات مجتمعه في موسم واحد ويقدر او يحاول انه ينافس على كل الالقاب دي، إلا لو كان عنده سكواد أو قايمة كاملة على أعلى مستوى، وإلا الفرقة هتقع. وده اللي حصل، أنت قابلت سان داونز وقابلت الهلال من قبله وأنت تقريبا شبه مستنزف، أنت كنت دايس بنزين يعني بأقصى طاقتك في ماتشات كأس العالم، طلعت كل اللي عندك تقريبا. وبالتالي احنا لسه الموسم طويل، ولسه دور المجموعات فيه اربع مباريات قبل ما نوصل حتى للادوار الاقصائيه. ماتشات الدوري هنا في مصر ما لعبناش نص الموسم، الاهلي لعب 16 مباراه من اصل 34 مباراه، فاضل له 18 مباراه في بطوله الدوري، فاضل له مباراه نهائي كاس قديم، فاضل له ماتشات كاس جديد قبل ما تخلص موسم لو خلصته في شهر 7 يعني على افضل تقدير، او يعني خلينا نقول نص 7 زي ما تم الاعلان من قبل اتحاد الكره ومن رابطه الانديه. لو خلصته في نص 7 فانت رايح في شهر 8 لبطوله عربيه هتكون اصعب بطوله عربيه على الاطلاق، وهتواجه فيها منافسه يمكن اصعب بكتير جدا من بطوله دوري ابطال افريقيا، ومن بعدها تروح لسوبر ليج افريقي في نخبه الكره الافريقيه. فبالتالي سنه في منتهى الصعوبه في ظل اعتماد الاهلي على لغايه اللحظه، انا بكلم المشهد او اللي بقيس عليه عندي لغايه اللحظه اللي احنا واقفين فيها على 15 او 16 لعيب تقريبا. صفقاتك كلها سواء في موسم انتقالات صيفيه او موسم انتقالات شتويه ملهاش تاثير حتى اللحظه، باستثناء طبعا مروان عطيه اللي ابتدى يظهر في المشهد وابتدى يكون يعني عامل مؤثر، ابتدى يكون لاعب يصنع الفارق. والحقيقه مروان كان واحد من نجوم الماتش امبارح، بشوف هو نجم المباراه الاول ومعاه كمان حسين الشحات. لكن انه يحصل دروب في مستوى اربع او خمس او ست لعيبه في فريق بينافس على بطوله، ده شيء صعب جدا، ونتمنى انه ما يتكررش. برونو سافيو
شادي حسين بصرف النظر عن السبب، الكلام ماليش دعوه بالاسباب، وجهه نظر مستر كولر الفنيه، لعيب محتاج يشتغل على نفسه، لعيب بيتعرض لاصابه، لعيب بيشارك مع منتخب زي مثلا كريستو اللي بيلعب مع منتخب تونس للشباب، لكن في النهايه بكلمك على سكواد الاهلي ناقص صفقاته. قندوسي ما ظهرش، سافيو ما ظهرش، كريستو ما ظهرش، شادي ما ظهرش، ميسي طبعا اعاره، خالد عبد الفتاح يمكن خد جزء من المباراه، ففي النهايه صفقات الاهلي المفترض انها تمثل اضافه الموسم الصعب ده ملهاش التاثير المنتظر او اللي احنا كنا متوقعينه، وده اللي بالنسبه لي في اللي جاي هو اللي يخوفني اكتر. ده بالنسبه لي في اللي جاي هو اللي انا اراهن عليه، خصوصا انه انت لسه ما دخلتش في معترك البطولات، لسه ما شفتش منافسه حقيقيه. دور المجموعات في فرصة التعويض، مباراة بتقع فيها تقدر تعوض في المباراة اللي بعدها. الدوري الحمد لله انت غايب وفارق متأخر يعني عن أقرب منافسيك بثلاث مباريات، ولكن ما زلت لغاية النهاردة في صدارة المسابقة بفارق نقطتين، فبالتالي عندك أريحية إلى حد كبير تديك فرصة أنك انت تبتدي تدخل عناصر وتراهن عليها وتجرب فيها وتبتدي تشتغل عليها عشان تمثل معاك أو تكون قوة ضربة معاك في اللي جاي، واللي جاي طويل ممتد صعب متلاحم. موسم شئت أم أبيت أنا قلت من قبل ما يبتدي هو أصعب موسم في تاريخ النادي الأهلي تقريبا كل. طيب النهاردة عندنا تفاصيل كتير فيما يتعلق بمشوار الأهلي، طبعا هنتكلم فيه في الشامبيونز ليج، فرص النادي الأهلي في التأهل إزاي نحافظ عليها، القوة البازغة أنا الحقيقة الموسم ده شايف مش بس القوة التقليدية لكن شايف كمان في فرق كتير في أفريقيا بتأدي بشكل أكتر من رائع. صحيح الدور المجموعات بيبقى مختلف عن الأدوار الإقصائية، لكن هنلقي نظرة كده مع بعض ونحاول نقرأ تفاصيل وشكل المنافسة في بطولة دوري الأبطال.